أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي. شكرا شكرا، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولدنا تحت جناحنا. ولدنا تحت جناحنا نستضيف من خلالها أخصائيين يعطونا بعض النصائح باش نربي ولدنا بطريقة سليمة. اليوم موضوع مهم جدا، موسم الاصطياف، كاع نحبوا نروحوا للبحر، ورغم العائلات اللي ما يروحوش للبحر مع أولادهم وكامل، حقيقة معظم الشواطئ الجزائرية شواطئ محروسة، ولكن كاين بعض الشواطئ اللي مشي محروسة، وفي هذيك الشواطئ اللي مشي محروسة السباحة ممنوعة. دوك نتكلموا على في الشواطئ المحروسة، كاين في بعض الأوقات كاين حالات غرق بعد شر إن شاء الله لا تؤدي للوفاة، ولكن اليوم مع أخصائيين راح نتكلموا على هاد حالة الغرق هذه، كيفاش نتفاداوها وكيفاش نتعاملوا معها. إذا معايا اليوم السيد يوسف مراد، ملازم أول بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية. مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ. مرحبا بك. تفضل. معنا كذلك السيدة أمينة حريش، أخصائية اجتماعية في شؤون الأسرة والطفل. مرحبا بك أستاذة. مرحبا بك. شكرا. شرفتينا. معنا كذلك تجربة حية، معنا السيد قطوش رابح. مرحبا بك رابح. مرحبا بك. تفضل. شرفتنا. تفضل. مرحبا بك. وفي كل مرة نستضيف طفل ولا طفلة يجي يدير الواجبات المدرسية نتاعو. اليوم معنا عماد. تفضل عماد، تعال. أروح وليدي. واش راك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وليدي. واش راك؟ لاباس؟ الحمد لله. شحال في عمرك عماد؟ 10 سنوات. واش مسنة الدروس؟ رابعة ابتدائي. السنة الرابعة، شاطر شوية. متوسط. في الدراسة؟ متوسط ولكن تبذل جهد. تحب تقرا؟ إيه. أيا برافو. قول لي الواجبات المدرسية نتاعك ديرهم بانتظام ولا تستنى حتى يقولوا لك في الدار روح تقرا؟ فعلهم بانتظام. بانتظام، منظم وقتك وكامل وفي نهاية الأسبوع تلعب شوية وتقرا شوية. يا أخي دائما لازم الواجبات المدرسية تكون منتظم فيها يا أخي، هكذا نقولوا الأطفال. إذا تفضل دير الواجبات المدرسية تاعك اليوم في هذاك المكتب الجميل اللي وجدناه لك. بالتوفيق. أنتم يا أطفال هذا هو الوقت اللي تروحوا ديروا فيه الواجبات المدرسية تاعكم باش تنجحوا. مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من ولادنا تحت جناحنا. باش نديروا ولادنا تحت جناحنا لازم نحميوهم. واليوم جبناكم كأخصائيين باش نتكلموا مع العائلات مع كيفاش يحميوا ولادهم من هذه الظاهرة اللي في موسم الاصطياف، وإحنا على أبواب موسم الاصطياف اللي يحبوه كامل الأطفال والعائلات، الاستجمام، يحبوا يروحوا للبحر وكامل، ولكن لازم يردوا بالهم كما كنت نتكلم مقبلة الشواطئ الغير محروسة السباحة فيها ممنوعة. ومن بعد سيد يوسف مراد الحماية المدنية راح يتكلم معنا. أنا نظن موسم الاصطياف عنده علاقة مباشرة مع الحماية المدنية، لأننا دائما نشوفوهم ويبذلوا جهد كبير. معظم الشواطئ الجزائر مغطات، يعني ما دامنا تكلمنا على البلان هذا اللي هذا المخطط هذا، وكذلك رايحين نتكلموا على الجانب النفسي مع السيدة حريش أمينة، ونتكلموا كذلك مع السيد رابح قطوش على تجربة حية. ماذا بيا سيد يوسف مراد، ملازم أول بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية اللي نحيوهم، تتكلمنا على هذه الظاهرة هذه، كيفاش، ما هم المخططات، المخطط اللي تقوموا به خلال موسم الاصطياف، وش هي هذه الحالة، وش هما يعني كيفاش راهي تحدث هذه الحالة، وين راهو الخلل يعني في العائلة، ولا اسكو ما مشي يعسوا ولادهم، اسكو راهم يبعدوا، اسكو راهم يجازفوا، يكون عالم مثلا برتقالي وراح يعوم وكامل. بدا بينا تكلمنا على هذه النقطة هذه. تفضل سي مراد. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أولا قبل كل شيء نشكركم على الاستضافة هذه ومنح للحماية المدنية فرصة لتوضيح يعني أكثر وأكثر للسادة المشاهدين والحضور. أولا نعطيك الأخ يزيد حصيلة في يعني 2016 تقريبا كان عندنا 124 غريق، وحتى نصحح هذو اللي توفوا يعني حتى نصحح معلومه
حل يعني الإعلاميين ولا حتى المشاهدين، يعني كي نقولوا كلمة غريق يعني ضحية متوفاة، غريق يعني يساوي ضحية متوفاة. ما كانش غريق، غريق ضحية غرق هو اللي يغرق والحماية المدنية تنقضوا، تنقضوا هذا اسمه ضحية غرق. لكن غريق إن شاء الله كاع ولادنا يكونوا ضحايا غرق إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. في اليوم في 124 غريق عندنا 21 غريق يعني في أوقات العمل، ما يخفالكش باللي حتى في الشواطئ المحروسة هناك أوقات عمل لرجال الحماية المدنية اللي هو معروف من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 7 مساء. يعني هاد الشواطئ المحروسة تكون محروسة في خلال هاد 12 ساعة، يعني من 7 صباحا للسابعة مساء. وعندنا كذلك 17 غريق، 17 غريق اللي توفوا توفيين خارج أوقات العمل، يعني من السبعة تاع شي كاين سواء الصباح نعرف بعض العائلة دروكا يعني بعد الغروب بعد الصلاة بعد العشاء وهكذا يروحوا يعني للسباحة، يعني خاصة ولاد في شهر رمضان المعظم ولا الظاهرة ولا الظاهرة في شهر يعني رمضان تروح كثير تعوم في رمضان في الليل فرغ منه كي راهو يجي في موسم الاستياف ولا في السخانة هكذا. والرقم المرتفع المرتفع 83 غريق للأسف في الشواطئ الغير المحروسة، واللي نبهنا عليها كثير يعني درنا حملات وتوعية باللي الشواطئ اللي ما تكونش محروسة من طرف الحماية رجال الحماية المدنية نقولها مباشرة من هذا المنبر، نقولها باللي ما تروحوش ما تدوش ولادكم لتماك، عسوا ولادكم باش ما يروحوش لتماك، وعيوهم كيما احنا رانا وعيوهم باش ما يروحوش للشواطئ الغير محروسة، خاصة كاين بزاف اللي يحبوا يعوموا في الرشيات في أكيد. البور في يعني تجاسف في حياتك هو يقول لك نعرف نعوم، الناس بكري يقول لك البحر يدير عوام يدير عوام شي فرق باش كل يخاف او ما بعدش. والظاهره اللي انتشرت في هذه السنين الاخيره لان مش غير في الشواطئ، في السدود في المستنقعات في كارثه، يعني عدد الوفيات سجلنا يعني في 2016 حتى في 2015 عدد يعني معتبر من الوفيات، يعني اصبح حتى الناس اللي ما عندهمش في بعض الولايات لان هناك 14 ولايه ساحليه واكثر من اكثر من 300 شاطئ محروس، يعني الحماية المدنية تسطر برنامج وتعداد يعني بشري ومادي يعني كبير باش يغطيوا هاد 14 ولايه واكثر من 300 شاطئ محروس، يعني ماهوش حاجه سهله يعني هكذا. كما تفضلت من قبل الحماية المدنية المديرية العامة للحماية المدنية تسطر مخطط يعني لمده 4 أشهر، لأن موسم الاصطياف يبدأ من أول خميس لشهر جوان، هذا هو القانون. يعني تبدأ حراسة الشواطئ. حراسة الشواطئ يعني من أول خميس من شهر جوان إلى آخر أسبوع من شهر سبتمبر. هذه يعني خلال الفصل. هذا هو مخطط يعني باش الناس تعرف الحراسة تاع الشواطئ. فصل الصيف فيه 4 أشهر يعني شهر جوان جويلية وأوت وسبتمبر، لكن تبدأ الحراسة من أول خميس من شهر جوان. حتى باش يكون المشاهدين على علم. العوامل البشرية موجودة، العوامل المادية كذلك موجودة تسترها، هناك يعني تقام يعني تكوينات الآن موجود على المستوى الجرونوي أنا نعرفهم بكري موجودة الآن انطلقت الحملة يعني من الآن يعني من الآن يعني في تدريب حراس الشواطئ يعني في تدريب يعني في المسابح على مستوى البحر كيفية الإنقاذ إلى غير ذلك. هم أعوان حماية مدنية ولا لا هو معظمهم أعوان حماية مدنية، لكن كاين دي سيزوني كاين لي سيزوني أكثر، يعني أنا عندي قلت لك أكثر من 300 شاطئ 300 شاطئ باش تشوف لأنه من السبعة للسبعة نستنجد راهم دوزيكيب على منظر دوزيك الحماية المدنية تستنجد باللي سيزوني هذوما اللي احنا نوظفوه في خلال 4 أشهر هذوما اللي قومنا ونقوموا حتى هادو السيزوني ندير لهم تكوير، يعني ماشي نجيب قال دخل سيزوني ما كيقول من هب ودب بالضبط يعني وتكون عندهم يعني تكون عندهم كفاءات أكيد يعني كفاءة زائد تكوين يعني بالضبط زائد تكوين عندنا بالضبط يعني يكون عنده كفاءة وحنا نزيدو نكونوه في عملية الإنقاذ كيفاش يتم عملية الإنقاذ. باش ندخل يعني في الغريق كيفاش يتم، كاين 4 حالات تاع الغرق، احنا الحماية المدنية يعني مقسمين 4 حالات،
هناك الغريق ضحايا الغريق الأول حتى بصح المعلومة لازم. ضحايا الغريق هو يكون ضحية الغريق يكون واعي، يعني الضحية تكون واعية. أسمى كي نجبدوه يكون واعي. كي نجبدوه يكون تكون واعية، يعني واش معنى نقصد بالواعية؟ يعني يتنفس، يشوف، يهدر، يأكل هكذا، ولكن يكون عنده صدمة. شوك، يكون مخلوع. ما يكون مخلوع، احنا كما نقولوا بالعامية تاعنا هايش. باسكو كي نقول لنا. هذه عندها يعني نسطر لك أربع الحالات ومن بعد كل حالة كيفاش نتعامل معها. داكور. الحالة الثانية يكون ضحية واعية لكن صعوبة في التنفس، عنده الكومبليكاسيون في الريسبيراسيون، عنده صعوبة في التنفس. الثالثة وهي تكون فاقدة للوعي لكن تتنفس. داكور. لكن الرابعة وهي فاقدة للوعي ولا تتنفس. كي نقول ما تتنفس يعني ما كاش الريسبيراسيون، نبضات القلب غير موجودة، عندنا ريكاردياك، كيفاش نتعاملوا؟ الحالة الأولى كيفاش نتعاملوا بها؟ هي باش حتى المشاهدين يكونوا باش كدير حتى علاش نقول هكذا، رجال الحمايه المدنيه موجودين على هكذا، لكن في الشواطئ الغير محروسه يمكن ان ما تمنوهاش ولكن مليح انه المشاهدين يعرفوا لي برومي جيست كي سوف، يعني يسلكوا الغلاء. الحاله الاولى الضحيه تكون واعيه لكن تكون فيها يعني تكون فيها هيجان ولا صدمه ولا كذا، نمدد الضحية، نسيو نمدو الضحية على ظهره ولا نخرجوا من يعني من البحر، نخرجوا للبحر، نحن نمد الضحية على ظهره، نسيو نغطيه باش يكون في حالة برد، يكون الضحية تكون باردة، يعني قعد بزاف في الماء، نبردو، نعطيه إذا أمكن نعطيه شوية على الأكسجين، باسكو الأكسجين يساعده في التهدئة تاعو، يهدئو. نسي نهدئ ما نخليش في يعني في الهيجان تاعو. الاكسجين بلا ريسبيراسيون ارتيفيسيال يعني؟ ارتيفيسيال لا. نعطيو الاكسجين ارتيفيسيال، واذا كان رجال الحمايه المدنيه موجودين تم عندهم الوسائل هذوك لي بوتيل الاكسجين يعطيو لهم حتى يستشغل الاكسجين. هذه فيما يخص الحاله الاولى. الحاله الاولى عموما تكون بسيطه يعني مش بالضبط خلعه اكثر من خلعه اكثر الصدمه هذه الحالة الثانية قلنا الضحية تكون واعية لكن صعوبة في التنفس. كي تكون عنده صعوبة في التنفس كاين يعني نديروه دون بوزيسيون دومي اسي، نصف جلوس، يعني تكون رجليه مدين ونطلعوا له ظهره شوية قليلا هكذا باش نخلي له يقدر يتنفس يعني بسهولة. نغطيه كذلك، نعطي له يعني الأكسجين ارتيفيسيال. وشنو حاجة اللي ننبهوا عليها؟ الخطأ اللي كان واقع من قبل هو كانوا يمدوه على كرشو الغريق ويسيو يطبعوا له هنا على الظهر تاعو باش يخرجوا له الماء. وهنا يقدروا يجرحوا له الرئتين. هذا الخطا اللي كان شائع. يعني هو ضحيه الغرق لا تمدد على كرشها. لا تمدد. لازم على ظهره في. على ظهره. خلي باسكو الضحيه كي يكون ممتلئ بالماء، كي يشرب الماء هو وحده. يقوم يعاود يخرج يفطن يعاود يخرج الماء تاعو شو يسعل هكذا يخرج الماء عمليه تقيؤ ولا هكذا يعاود يخرج الماء تاعو مباشره. الحاله الثالثه اللي قلنا ويكون فاقد للوعي ويتنفس. كي يكون فاقد للوعي ويتنفس مباشره نديروا الوضعيه الامنيه الجانبيه اللي احنا نسقيولها PLS بوزيسيون لاتيرال دو سكور. هذه الوضعيه كيفاش نديروها؟ دوك من بعد نشوفوا في يعني في التدريب لازم بعد درنا ندير لكم هكذا حتى تكون وضعيه حاجه تطبيقيه حتى باش يكون يعني المواطن يعرف كيف يديرها بطريقه سليمه. حتى يعني رجال الحمايه المدنيه يجوا لعين المكان وهم اللي يقوموا بال يعني بال يقوم بالاسعافات الاوليه. الاسعافات الاوليه. الطريقه الرابعه هو قلنا الضحيه تكون فاقده للوعي ولا تتنفس، يعني كي ما تكونش تنفس نبضات القلب ما كانش، التنفس ما كانش، وهنا نروحوا مباشرة لو ماساج كاردياك. هذا هو الخطأ الشائع يعني بزاف، ما نقولش في المسعفين لكن في المواطنين، هما جميع يجبدوا أي غريق
يروحوا مباشره للدلك، يعني القلب هذا ما يعرفوش دي فوا يكون واعي ولا ما يعرفوش لي جاست صعب. اللي صراو دي كومبليكاسيون ابري كاين حتى يكسروا لهم لي كوت تاعهم يتكسروا. كي يتكسروا لي كوت صافي يكون هناك تمزيق في النسيج هكذا، كاين حتى اللي يدخل حتى الرئتين، يعني يلو دوتر الميراجي انتان دوتر كومبليكاسيون، يعني تؤدي الى الى الوفاة ولا الى الوفاة الى الوفاة ولا على هذه. احنا نقولوا هذه كنصيحة عامة نقولها للمواطن، الحماية المدنية الابواب تاعها مفتوحة، يقدروا يتفضلوا يتعلموا واش هما لي جاست، يعني الصح يعني لي جاست جوست، يعني باش ينقذ الضحية ولا باش يقدم اسعافات اوليه، يجي يسجل عندنا يعني في اي ثكنه من ثكنات الحمايه المدنيه، يجي يسجل بطريقه نظاميه، حنا كي نلموا العدد لازم نقوم لهم يتقوم. وهذا هو هذا هو المبتغى تاع المديريه العامه. جميل، يعني اي مواطن يعني يقدر يسجل، يقدر يسجل اي مواطن باش يدير الاسعافات الاوليه ويجست هذو. يسجل. جميل. حنا كي تكون عندنا يكون عدد متوفر حوالي 15 ولا 20، يعني ينظموا لهم اوقات وقتاش يعني يتعلموا فيهم الاسعافات الاوليه. واحد يكون اب ربعه عائله ولا عنده خمسه ست دراري ولا ولا يروح في الغابه ولا هاد لي جيست هادو يقدروا ينقذوا الحياه نتاعو. وهذا من الـ يعني الـ من البرنامج المسطر بطرف المديريه العامه للحمايه المدنيه، وهو وضع يعني باش نوصلوا لمسعف واحد في كل عائله. جميل جميل جميل. وحنا نقولوا ولما لا مسعفين في كل عائله. جميل ان شاء الله نلحقوا لهم. شكرا شكرا. انا ماذا بيا من بعد نرجع لك تورينا بعض الحركات، بعض الحركات ولو في عجله بالك هذاك يفيدوا المواطنين ان شاء الله. السيده حريش امينه، ما يخفناش انه حادث غرق يعني صدمه عنيفه، يعني لما تفطر كما تفضل الاستاذ وقال يعني الانسان يكون هايج، يعني يكون بيرتوربي، يكون دونك ماذا بينا نتكلموا. احنا ماذا بينا يعني الصدمه تتوقف بعد ما ينقذوه، ولكن ممكن انه من بعد قدر هذيك الصدمه تتواصل، يعني تتواصل وقدر تاثر على حياته كامل. ماذا بينا نفهموا واش يصرى له ضحيه الغرق هذا، وكيفاش يقدر يعني من بعد باش يتفادى يعني السكل للاثار تاع هذيك الصدمه اللي تكون من بعد. تفضلي استاذ. اكيد. اولا اهلا يزيد وبالضيوف وبالابنائنا وبناتنا. نقول انه سماعي لهذه الارقام يشعرني بالفزع والخلع من موسم الاصطياف اللي رانا احنا فيه، وتخوفا من ابنائنا، خاصه انه كاين اطفال اللي عنده المجازفه، وهاد الاطفال اللي عندهم المجازفه ضروري اننا نعتمدوا على سياسه التوعيه والتحسيس يا زيد. والوالدين عندهم دور كبير. الوالدين اكيد. ولدك تاعهم في قلته ولا يعوم في البراج ولا يعوم في الروشيات ولا، يعني الانسان لازم انت توصي ولدك، يعني ولدك راح يسمع لك، بالك ما يسمعلكش مره ولا اثنين ولا قادر تنقذه، وصي هديه، يقول لك يا بابا حبينا نروحوا للبحر، ولا ادي ولادك اديهم خذهم عم معاهم علمهم القيم مكامل، ولكن انه يروح مع اصحابه هكذا لازم تسقسيه وراك رايح، مع من راك رايحين؟ بابا رايح مع اصحابي للبحر، وراكم رايحين؟ قول لي وراك رايح، لازم تعرف، لازم كذا، لانه انا نشوف انا مثلا نجوز على بعض الشواطئ نشوف الشباب يعوموا في الروشيات وكامل، يعني الشيء خطير. يرموا بنفسهم للتهلكه. نعم خطير جدا جدا جدا. احنا كاولياء مسؤولين على ابنائنا، على فلذات اكبادنا، واكيد انه الاب والام يعرفوا ميزات الابن تاعهم. كاين ابن هكا يكون مراهق عنده هذيك، يحب يبين روحه في سن المراهقه، يقول لك انا ساكون رجل الى جازفت وعمت في المناطق كما نقولوا احنا في الروشيات او في هذوك يعني الشواطئ الغير محروسه. يولي تحدي، يولي تحدي، وهذا التحدي والتباهي مع اصحابه. ما ننساوش باللي اننا نكتسب صفات من اصدقائنا، ما ننساوش هذيك التنشئه يعني اللي تخلق بيننا باحتكاكنا بزملائنا واقراننا. يعني يقدر واحد بحكم انه يشوف صحابه كامل يروحوا كومبيو في منطقه خطيره
هو يقول لك لازم نكون كيما هما، لازم نكون راجل، لازم نكون شاطر. هنا هذا يتطلب التوعية والتحسيس من الأسرة، من وسائل الإعلام كذلك، من الحماية المدنية مشكورة اللي تقوم بعمل جبار صدقني، من خلال أبوابهم المفتوحة، من خلال يعني العمل التوعوي التحسيسي. هما راهم نشوفوا الانفتاح الحماية المدنية على المدارس، على المؤسسات التربوية التكوينية، مشكورين يعني كأم على الجهد اللي راكم تبذلوا فيه. كذلك نروحوا نتكلموا على الصدمة النفسية التي يتعرض لها اللي قلنا ماشي غريق، ضحية هو ضحية الغرق. هذه الصدمة النفسية تبدأ أنه أول حاجة غير يخرج من البحر يحل عينيه يشوف نفسه محاط بجيش من المتفرجين. بالضبط بالضبط بالضبط. وش نقولوا احنا؟ بالله عليكم يعني في حوادث المرور وكمان اللي يشوفوك ترمى، بالله عليكم هذا راهو صدمة نفسية، وكذلك راهو تعب فيزيولوجي. راهو قال لنا العلامات الغرق يعني، وكيفاش نشوفوا النتائج، يقفل فيه النفس، يحس بالأكسجين ما عندوش ما يحقلوش، وحنا نزيدوا يحل عينيه هو راهو مصدوم وراهو اجيتي وراهو خايف، وما زالت الصورة في مخيلته لأن هذيك صورة غرق تاعو ما يشرح تفوت، يطلب رعاية نفسية بعدها. لأنه يزيد كاين اللي يجيهم لافوبي، خلاص كاين بالنسبة ليه الدخول إلى البحر مرة أخرى مستحيل. أو يسمع فيها أخي هو ضحية كذلك، مستحيل. يتطلب الرعاية النفسية والاجتماعية، يتطلب من الأسرة أنها تعيش مع هذه الفترة الصعبة. وكاين يزيد اللي يجوهم كوابيس، يقعد الأرق وهنا ضحية، ونظن كي يحكي هو يقول التفاصيل. كاين العديد منهم ما يقدرش يرقد ديموا ديموا، وهو يشهد هذاك الكابوس يقول لك انا راني نوم في روحي نغرق. اذا احنا واش نحاولوا؟ نحاولوا انه لازم تكون متابعه نفسيه واجتماعيه لهذا الضحيه، كذلك نحاولوا اننا نخرجوه من هذاك الجو. يعني بعد ما صرا له هذاك الحادث نقولوا له عادي يدخل تعوم معنا، يكون نوع من الحل، نوع من العلاج، لكن يتعلم هذيك التقنيات. ونزيد نقول في نهاية تدخلي لازم نديروا هذيك التنشئة السليمة لأبنائنا، لازم نعرفوهم ما هي السباحة، قواعد السباحة، قوانين السباحة، نفهموهم أن السباحة هي رياضة، ليست هي مجازفة، وليست هي رمي بالنفس للتهلكة. كذلك يزيد الأمر المؤسف في المجتمع الجزائري، ونظر للشاطرني الرأي اللي عنده الإحصائيات الملازم، أنه أصبحت النفس البشرية افتقدت قيمتها، ولينا نشوفوا جثث منكل بها، ولينا نشوفوا غرقة ضحايا وحوادث المرور، والأمن يجينا سهل لأنه ولات النفس ما عندهاش قيمة. وهذه رانا نشوفوا باللي ولادنا راهم يعتادوا على أنه خلاص غرق فلان، ألف غارق أمر عادي. يعني توتي بانال، توتي بانال. هنا ندقوا ناقوس الخطر ونقولوا أنه النفس ربي سبحانه اللي كرمها عزيزة وعزيزة وأعطاها قيمتها، لا نرمي بأنفسنا للتهلكة والمراهقة. على بالي هي فترة تحبوا تبينوا روحكم فيها، لأن أغلب الإحصائيات حول الغرقة، ونظني شاطرني الرأي كذلك الملازم، هم شباب، يعني نادرا ما تصيب كهل، نادرا ما تصيب فتاة، تصيب شباب مراهق. أني عارفة أنكم راكم بصدد تكوين شخصيتكم، لكن لازم دايما تسمعوا الرأي الأولياء، لازم دايما ما ترموش نفسكم للتهلكة، لأن هذا راح يضركم ويضر والديكم أكيد. شكرا 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 أستاذة، شكرا. سيد قطوش ربح، ماذا بيا انت عشت تجربه حيه، ماذا بيا تتكلم لنا عليها شويه كيفاش كانت وكيفاش خلصت يعني سيرتو. بون كنا احنا في الشاطئ، كنا مريح. شاطئ محروس ولا لا محروس؟ محروس اوكي. كنا في شاطئ نادي صنوبر، وبارك الله فيهم الحمايه المدنيه، في ظرف خمس دقائق كانوا خرجوا السيد ما بالبحر. هذا صديقكم كان معكم؟ صديقنا. انتم كنتوا، هو كان يعوم وحده ولا كنتوا معاه؟ كنا احنا بون كنا في كنتوا في الشط. وهو كان من بعد تما كان بعيد راح يعوم فوالا. ولكن راح مور هذوك سو كاين هذوك لي اي والله دايرين لي بالون هذوك. هو كان ما وصلش ليهم بون بصح راهو بعيد حكمت ولا كرومب. داكور داكور. هذا من الاسباب الرئيسيه. كان البحر بارد شويه ولا كولومب تما مع كيكون ما بارد تزيد. ومن بعد كان هو وصاحبو، كي من بعد في صاحبو باش جاي يسلكو تما زاد شد فيه فوالا، تما في زوج ولاو ما يقدروش يعوموا. هذا عيا
والاخر حكمته لا كرومب. ومن بعد في الدقيقه هذيك هو واش يولي ايماجيني خلاص يقول لك انا هنا تما شغل راني بين الحياه والموت في الدقيقه هذيك هو. ومن بعد الحمد لله تما في 5 دقائق كانوا جاوا عوان الحمايه المدنيه وكان ونقدوه هاي والله بارك الله. كانوا من اي نوع من الغرقه هادو؟ كانوا كونسيون يعني كانوا مازال واعيين وكامل؟ كانوا مازال واعيين نعم واعيين يتنفسوا ما شربوش ما بزاف تما شغل في ظرف انا نقول 5 دقائق كانوا جبدوه. هما يعني اصلا يعرفوا يعوموا تسمى لا كرومب ولبالك الكورون كاين بزاف الاسباب يعني لا كرومب الكورون. لا هذا الخطا جد نبهني يعني في شطر مهم هو احنا كجزائريين احنا يقول لك احنا جزائريين متضامنين بالضبط والله مليح شيء مليح متضامن صح بس نخرجوا كيف كيف نخرجوا كيف كيف ولا نغرقوا كيف كيف نغرقوا كيف كيف هذا نبهني في نقطه مهمه وهو احنا يعني كي يكونوا في الشاطئ ونشوفوا يعني ضحيه يعني بصدد الغرق ما نروحش انا ننقذها بالضبط لازم نبلغ بالضبط نبلغ رجالات الحمايه المدنيه الجزائريين باسكو احنا عندنا طريقتنا كيفاش نقربوا للغريق باسكو الغريق هو في حد ذاته يكون يعني. يكون في صدمه حيجبدك يعني اكيد احنا عندنا بالضبط يولوا ضحيه احنا صافي كيولوا ضحيتين ولا باش يدخل راسه تاع الحمايه المدنيه واحد ولا زوج يولوا يدخلوا 3 ولا في 4 بالضبط ويكون بالضبط. يعني من الاحسن ابلاغ رجال الحمايه المدنيه وزيد حاجه اللي نزيد نوجهها لرجال الحمايه المدنيه نقول لهم كاع يا شباب ولا كاع اللي توجه للشاطئ رجل الحمايه المدنيه ما راهوش في الشاطئ باش يجعج الناس بالعكس باش ينقذهم باش يوجه باش يخدمهم باش ينقذ ماذا بهم يسمعوا لهم النصائح تاعهم بالضبط ويحترموا يسفر له يقول له رجع يقول له لازم كاين بالكثير كاين بالكثير للاسف نقولها للاسف ما يحترموش يعني التوجيهات الخضراء الاشارات حتى التوجيهات تاع رجال الحمايه المدنيه هكذا هو يعني يقول البرتقالي يصفر له بالك هذا الصديق تاعو بالك يصفر له والعلم الاحمر ممنوع يكون صفر له تاع الحمايه المدنيه يقول له عاود ولي اقترب كيما هكذا بالضبط هو يقول له ما صاحبه اللي يكون في الشاطئ يقول له خليه يعرف يعوم كل عالم يكون احمر وتشوف يعني باللي هذاك الشاب داخل يعوم سباحه ممنوعه. واحنا قعدنا الاحصائيات احنا في التدخل تاعنا في 2016 اكثر من 70,000 تدخل. اكثر من 70,000 تدخل. الله يبارك الله يبارك. وكل تدخلات سي يزيد نعطيك الاحصائيات كل تدخلات كاع الناس كاع الشاي اللي يعرف يعوم. اللي يعرف يسبح. دخلنا في الناس يعرفوا يسبح. شي معروف. باسكو الانسان اللي ما يعرفش يسبح يخاف. هنا يولي يعني البحر الحقل هنا يولي بصح الناس كاع يعرفوا يعوموا علاش يقول لك احنا المثل يقول لك البحر يدي العوام بالضبط هذا هو اللي يعرف الجزف الجزف المجازفه هي باسكو الكلمه اللي ما يحترمش المسافه ماهوش سبورتيف ماهوش رياضي والسباحه تطلب رياضه ما يديش ويقول يروح بصح ما يديش يقدرش يرجع ما يديش حساب تاعو باش يعاود يولي باش يرجع كما قال لك البحر كيكون بارد يقعد فيه بزاف يحكموا دي كرومب هكذا ليبوثيرمي يعني لما الجسم يبرد ثاني كاين اعراض يقدر يصدم بحاجه كاين اللي تمسوا حاجه برك سيازي تمسوا حاجه يبانيكي لابانيك صح لابانيك يشرب باسكو يقدر يشرب جغمه تاع الماء تاع البحر خلاص جغمه تسدد له المجاري التنفسيه بالضبط خلاص الجغمه تكفي يعني ولهذا نطلب منهم يسمعوا التوصيات تاع رجال الحمايه المدنيه وياخذوا بعين الحسبان الرايه الله يبارك انا حبيتك يا لوكان في عجله تورينا لي جيست يعني ما هم الحركات بكل صورة اللي قادرين ينقذوا المواطن تفضل تفضل استاذ تفضل مشكور اذا كما قلت لك سي يزيد الحاله الرابعه هي الضحيه فاقده للوعي ولا تتنفس كي تكون فاقده الوعي ولا تنفس لمساج كاردياك يعني كيفاش نقوموا به يعني بطريقه سليمه وصحيحه اذا نجي امام الضحيه اول شيء حاجه اللي نقوم بها وهي تسريح المجاري التنفسيه هكذا نضرك هنا على الراس وندير هنا على الفم ونفتح هنا الفم تاعو المساج كاردياك يعني بالنسبه للغريق يختلف عن المساج كاردياك يعني بس يعني كي تكون الحاله عاديه المساج كاردياك عند الغريق نبدا اولا بخمس نفخات يعني نعطيو له الهواء 5 نفخات في الفم نعطي قلنا
اللي بيري يعني المجاري التنفسيه ونعطيه خمس نفخات. النفخه الاولى يعني كي ننفخ في الفم نشوف بلي الصدر يطلع، نخليه حتى كي يحبط باش نمد الثانيه وثم الثالثه والثالثه. وكي يكون ننفخ راني ننفخ والعين تاعي راهي على الصدر، راني يعني نشوف الصدر تاعو. ومن بعد كلمه خمس نفخات نشوف نراقب الضحيه، نراقب الضحيه اذا يعني بدات تنفس ولا لا، نبضات القلب اذا كاين ولا ما كاش، ولا ما كاش نقوم بالمساج كاردياك. المساج كاردياك عندنا لا ميثود تاع كذا سي 32 30 ضغطه مقابل نفختين على مستوى الفم. الضغطه وين نضغط؟ هنا هو المشكل. الضغطه نشوف عندنا احنا هنا تفاحه ادم، ندير هنايا يعني ويكاين تفاحه ادم وين القفص الصدري هنا وين يخلص يعني الكرو هنايا هكذا، ونقسمه الى اثنين. او اذا كان الكاميرا تشوف هنا عندنا في الماملو هنايا عندنا اثنين، ندير خط هنايا ونحبط هنايا باصبعين. ندير تفاحه ادم هذه هنايا، تفاحه ادم وندير هنايا هكذا، لكن ما ندركش هذه خطا، لازم هذو اليدين يكونوا بيان طوندو، لازم لي زيبول تاعي هما اللي يحبطوا. داكور هكذا لي زيبول، ونكون يعني 90 واحده اثنين ثلاثه اربعه خمسه هكذا حتى ل 30. نكمل 30 تاعي نعاود نسرح المجاري الهوائيه كما هكذا وندير نفختين واحده اثنين، وندير هكذا خمس مرات. ثم نراقب الضحيه تاعي اذا بدات تنفس ولا لا. اذا بدات تنفس نعطي لها مباشره الاكسجين، اذا ما تنفستش نعاود الحاله 30 ضغطه نفختين خمس مرات. نكمل هكذا حتى يجي طبيب رجل الحمايه المدنيه يدون با لو دياغنوستيك، ما يقولش بلي هالضحيه خلاص توفات ولا ما توفاتش، وانما الطبيب هو اللي يقوم يعني يجي عندي الطبيب نقول له بلي هاوش درت له درت عليه خمس يعني 5 سيكل تاع 32، قال بلي الضحيه ما ريبونداتش ما تنفسش هكذا، قال عاود زيد كمل كونتيني وهكذا حتى ننقذ الضحيه تاعنا. جميل 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 جميل. شكرا 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 استاذ. حبيت كاين حاله اخرى حبيت توريها لنا؟ وي اه رابيدمون ماشي. تفضل خذ راحتك. يجيني برك تفضل سي مراد. اذا الحاله الثالثه سي يزيد اللي قلنا الضحيه فاقده للوعي لكن تتنفس، قلنا نديروا لها وضعيه بي ال اس، هي الوضعيه الجانبيه الامنيه ولا بوزيسيون لاتيرال دو سيكوريتي. الحاجه الاولى اللي نقوموا بها، احنا الغريق هذا ما على بالناش يعني اسكو اصطدم بكاش يعني بصخره ولا بكاش حاجه يعني اسكو عنده كسور ما عندوش هكذا. الحاجه الاولى اللي نديروها هو اللي يكون عندنا الضحيه نخرجوها هكذا، نثبتوا الاقدام تاعو. الاقدام تاعو نشدوا وحده هنا في الجونو وحده هنا لكن ببطء، ما نرفدوهاش، نرفدوها 2 سنتيم 3 سنتيم ونسحبوها ونحطوها. ثم نجي الاخرى كذلك ونسحبوها حتى يقتربوا. نعاود نجيه في الوضعيه الجانبيه، نعطي له اليد تاعو كذلك باك تكون بها كسر ولا نديرها 90 درجه. ثم نجيه باليد هذه وما نحيش اليد تاعي، ما نحيهاش من نخليها هنا، نرفع هذا الرجل هكذا. ثم يجي دور عندي رجل وهذه نحطها هاك وننزع رجلي. قبل ما ننزع رجلي نشد راسه باش ما يتحركش الراس تاعو، ونحبط رجلي ونحلو الفم تاعو باش اذا كان عنده حاجه الليكيد ولا يخرج. ونخليه هكذا حتى يجي رجال الحمايه المدنيه هي تقوم بعمليه الاسعافات. هذه هي الوضعيه الجانبيه الامنيه.
الله يبارك. شكرا شكرا. شكرا شكرا شكرا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. احنا واش نتمناو؟ انه ولادنا عمرهم ما يغرقوا، عمرهم ما يديهم البحر ولا يكونوا ضحايا غرق. اذا نردوا بالكم يا اولياء، السباحه في الشواطئ الممنوعه ولادكم لازم ما يروحوا لهاش، ما يعوموا في الروشيات، ما يعوموا في السدود، ما يعوموا في البراج، ما يعوموا في القلت، يعني شيء. واذا كان بعيد الشر كانوا ضحايا غرق، نستناو دائما الحمايه المدنيه، ولا اذا كنا بعاد ولا نستفيدوا من هذه الحركات اللي ممكن تنقذ حياتنا. اذا ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. ممكن التواصل معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا صفحه الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح، نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع اهلنا ولبلدنا. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحه، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحه. من حق الطفوله صحه، علم وحب وحنان، لا مقبولة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان.